كان بدا كان بدا هما عمرين تفرق ما عمري تفرقت معاه ولا عمري تفرق معاه هي جوج قالت لي بال انا باغي نعيش مع هذاك ما عنده والو وندا انا وياه بشويه بشويه تنوصلوا حنايا كيما الناس راحتك غرغروا العيون انا الحلم ديالي من صغري وانا الفن سلام كي دايرين بخير نتمنى تكون اموركم هانيه وصحتكم مزيانه وكدوزوا نهاركم كيف كتمنوا ان شاء الله الوغ اليوم غادي يكون فيديو جديد غادي يكون فيديو مختلف اللي حتى عليا حتى انا الفيديو اليوم غادي يكون مع بابا غادي نحاولوا نتبادلوا الحديد هكا وقدام الكاميرا فهاد الحاجه اللي جديده عليا انا وبابا يعني انني نجلس انا وياه وتنهضروا قدام الكاميرا وتنسولوا هكا اسئله تقربوا ليه تعرفوا اكثر لانه هو بعيد على الكاميرا ما تيبغيش نهائيا يعني بان داكشي في المناسبات دائما ما كتلقاوش معنا حيت هو ما تيبغيش تيبغي يبقى بعيد فبعض المرات هو اللي كيصورنا دوك التصاور وكل شيء ولكن هو كيفضل انه يبقى بعيد فاليوم غادي نجلسوا غادي نتبادلوا الهضره وكل شيء لقيتو دابا جاب لي الحليب الشوكولات ديالي ومشى يجيب القهوه ديالو قلت ندير هذا الفيديو خفيف ظريف على ما جا من وراها غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي كتعجبني انا وياه انا كنمشي لها وحتى هو كيمشي لها باش كنجلسوا فيها هكا مع راسنا واحد البلاصه اللي زوينه بزاف ها هو دابا جاي الو مشي لبلاصتنا بعد تحياتنا السلام عليكم غادي يبان لكم بابا معنا اليوم بصراحه بغيت الفيديو يكون هكا عفوي ما يكونش كنا كنهضروا هكا عادي وتنسولك اسئله اللي نبغي نعرفهم حتى انا شي حوايج نعرفهم حتى انا وعرفهم حتى الناس اللي تعرفوا كاسم ما تعرفوكش عن قرب مرحبا بابا كي داير بخير صافي الحمد لله ديما بخير وديما العائلة البطماوية البنيات من ابتسام دنيا بيت القصراحة إيمان الصغيرة شكون هو حميد؟ حميد واحد الشخص اللي هو بسيط فنان بسيط مغربي عبد ربي حميد بطما مواليد 1960 بدايتي في الفن 1982 81 بحال هكذاك اول مجموعه لي مسناوه شعبيه مهنه ديالي فنان لحان كتاب وباقي في طريق الفن طريق اللي نقدر نبقى غادي فيها حتى يكتب الله النهايه ليا كيفاش كانت الطفوله ديالك بابا طفوله زوينه بصراحه زوينه اي واحد طفولته ما يلقاش بحالها لان الطفوله كتكسب فيها بزاف الحويجات كيبقاو فيها ذكريات يا سلام ذكريات فيها الظرافه فيها القباحه فيها بزاف وكتبقى تفكر داكشي كتعاود ترجع يعني كيرجعك لهذوك السنوات اللي كنتي فيها كطفل نتايا وفعلا كنكون اب وحدي وكنتفكر هذيك الطفوله وتكا وكنبقى نرجع للسن ديال الوقت اللي انا كنت فيها عندي لاج ديال 16 سنه وكنبقى جاي كيفاش
بحال بحال الفيلم كنبقى جاي من ديك 16 سنه وانا جيت حتى ولات العمر كبير دابا. كيفاش كنتي كدوزها؟ قول لي قول لي. الحمد لله كندوزوها ببساطه، كندوزوها كيكون عندك هذيك الوقيته اللي كنت فيها انايا عندك ولا ما عندكش بالنسبه للماديات، وكدوز النهار زوين وبخير وعلى خير الحمد لله. فين انت كتمشي كنتي كدوز نهارك؟ الاكثريه البحر. كنمشي للبحر بزاف. ناري حتى انا خرجت ليك انا عرفتي البحر كي كنتسطع البحر زوين بزاف زوين. كنبغي ننزل للبحر ونبقى جالسه. هو اللي ما يهضرش معاك هضر لي كتشوفه ويشوفه صح، تهضر تهضر هو كيسمع ليك وكتحس براسك ديما فاش كتهضر معاه بحال كيدي كاع ديك الهضره كاع السلبيات اللي في راسك والهضره اللي كتقولي لي اللي فيها واحد الطاقه اللي ما زوينهش تتمشي معاه وتترجع بواحد الطاقه اللي زوينه ودار صح صح كيرجع. شنو كنتي كتمنى ملي كنتي صغير؟ شنو كنتي كتمنى تكون ملي كنتي صغير ملي تكبر زعما ملي كون ما كنتيش فنان شنو كنتي غادي تكون انت في الصغر ديالي؟ بصراحه شحال من واحد كيتمنى بيلوت جندام طبيب قيد عميل وزير كيحكم ما عرفتش. انا الحلم ديالي من صغري وانا الفن، لان نهار خلقت لقيت الاخوان ديالي اللي كبر مني لقيتهم فنانين معروفين في العالم العربي في المغرب بزاف، يعرفهم سيدنا يعرفهم كل شيء يعني، وخديت الطريق ديالهم ثاني تما يعني صرت ديك الهوايه الفنيه مع هذوك الناس اللي هما اخوان ديالي كبار الله يرحمهم. كيفاش كان كيدوز نهارو بابا وكيفاش كدوز نهارك؟ ندوزو بخير. كيفاش كيعجبك دوز نهارك؟ الا ما عنديش شي شغل اللي هو يلهيني شويه نبقى معاه كنمشي للقهوه على الرياح. باش تكتب تدير هي ملي دابا ملي الكتابه ما كتجيش غير تشد ستيل وتبدا تكتب، لا كيجي كيكون الهام، انت عايش في واحد الحاجه اللي انت مبرالك معاها، ولكن سبحان الله يجيو لي كلمات ولا مثلا ولو غير بدايه الموضوع ديال القطعه كيجيو دوك جوج كلمات ولا ثلاثه اللي هما البدايه ديال الموضوع. حتى انا كنلقى راسي كنكتب كنكتب كنلقى راسي كنكتب بزاجل ومزيان احسن ما كاين. ما تنشوفش راسي كنكتب يعني اغاني ديال اغاني اللي فهم فهمتي كلام اليوم اللي كنشوفوه دابا بزاف، ما كتبش راسي انا نمشي غنكتب داك الكلام، ما كتجينيش ما كتجينيش في راسي، في راسي دائما كنبغي نكتب واحد الكلام اللي ثقيل واحد حيت انا كنشوف انه الفن رساله، يعني الفن هو خاصك دائما تعطي واحد الرساله للمستمع ولا المشاهد، خاصك تهضر على واحد المشكل الاجتماعي كنعيشوه، يعني هكا كنشوف الفن هو صوت ديال الشعب. الفن يعني باش انت غادي تجي تغني ولا شي حاجه غتغني واحد الحاجه اللي الناس باغيين يقولوها وما قادرينش يقولوها غتقولها في قطعه او ما عندهمش التعبير كيفاش يوصلوها مثلا ولا فكنشوف فديما انا كنبدا نكتب كنلقى راسي كنكتب كنكتب كلام ثقيل زجل من نوع ديال الزجل، كنشوف راسي كيكتب داكشي ديال دابا، ولكن كنحاول حيت خاصك تمشي مع التيار ولا مع الموجة حاليا خاصك تمشي مع التيار. من بعد عاد ديك الساعة تقدر تدير داكشي اللي بغيتي مرة تشاركو مع الناس، ولكن كيبقى راك كدير واحد الحاجة فن، كدير واحد الفن اللي انت كتبغيه، كدير موسيقى بعدا. من صغري كنشوف راسي في لاغ بصح فيلم الرسم فيلم جبتي مهم لاغ ما شي حاجه اخرى مزيان. الموضوع الكتابي الموضوع هو بنادم الاكثريه يكتب الحادث الحادث اللي هو كاين ماشي شي حاجه خياليه. دابا شتي الفنان بحالو بحال الطبيب كيداوي الجرح الله كيداوينا كاملين كيداوينا، لكن الطبيب كيساعد الانسان على الجرح ديالو حتى كيداوى، الفنان تاهو هكذاك داك الرساله اللي كيقولها مثلا داك المواطن، هذاك المواطن مسكين مهلوك ولكن ما كيعرفش يعبر يخرج داك الشيء اللي فيه، هو شكون اللي كيوصل ليه هذاك الشيء ويخرجه هو الفنان. بصح
هذا هو الفن بصراحه. شنو اول اغنيه غنيتي اللي خلاتك تعرف عندك صوت زوين؟ اول اغنيه غنيتي بس وفين؟ اول حاجه بعد الفنان ما عمره يقول راسو انا فنان للناس، يقول لهم انا فنان ولا يفرض يقول لهم انا وهادي، لا بالعكس، احسن حاجه يجي من الجمهور ديالك. هما اللي يقولوا عندنا فنان وعندنا زوين كتهتم كتفرح، ولكن ضروري بينك وبين راسك راك انت عارف راسك فنان، ولكن ما تقدرش تقولها. حيت الا قلتيها ما يحتاج اصلا تقولها، يعني راه خلي الناس هما يكتبوا عليك، هما اللي كتكون كدير داكشي راه كتعتبر فن، وراه الانسان اللي غادي يشوفك راه يعرفك راه كدرك فنان. انت خصك تكون كدير واحد الحاجه اللي زوينه في المستوى ونقيه، هي الحاجه زوينه ومستوى، راه بالنسبه للكلام الموضوع راه الانسان ملي كيتصنت ليك راه كيقول هذا الانسان راه كاين راه فنان هذا. يلا جاوبني على السؤال. مثلا السؤال انت اول مره عرفتي راسك عندك صوت زوين وفين؟ اول مره اكتشفتي صوتك، اكتشفتي انك عندك صوت زوين وفين؟ اول مره انا كنت في مجموعه، درت مجموعات مسناوه. لا قبل بس بديتيها راك ديجا عرفتي راسك عندك الصوت وبديتي كتغني. امتى اول مره فاش كنتي صغير ولا المهم اول مره عرفتي راسك عندك الصوت وفين؟ واحد الخطره كان اخ عبد الرحيم اللي هو في التعليم دابا، كان عنده شي عيد الميلاد ديال ولده الكبير ياسين، ودرنا حفله، مازال ما دايرنا لا مجموعه لا والو، درنا حفله في الدار عنده، كان العربي الله يرحمه، العربي اسم محمد، كنا كاملين وكنا غنينا، والعربي واسم محمد اكتشفوني قال لي غتولي تغني، حين صوتك زوين وطريق وهادي، شجعوني صافي، اللي شجعوني وليت كنقلب على اللون اللي انا مزيان فيه، اللون الغناء، اللون الفني اللي فيه كلام، لقيت الشعبي هو اللي يعني وليت كنحس انني انا راه عندي صوت مثلا، ولا هو اللون الشعبي. اللون الشعبي اللي هو يعني شعبي راه فيه وفيه شعبي كلام، بحال تقولي شعبي وكلام ملتزم، ماشي كلام ساقط ولا كلمه من هنا وكلمه، لا قصه. بحال مثلا يعني الدق كيكون بالتراث، يعني الدق بالتراث القصة، ولكن القصة هذيك الساعة حنا باقيين صغار، شكون اللي كان كيكتب لينا؟ هو سي محمد اللي مع المشاهد الله يرحمه الأخ ديالي، هو اللي كان كيكتب لينا، ولا كيكتب لينا القصص، اللي شاف أصوات جميلة وهادي والآلات، كاينين ثلاثة الآلات، يعني مخترعين حنا هذوك الآلات، خدينا من جلالة وخدينا من الغيوان، البانجو الغيوان والبوزق جلالة، وأنا كندير السنتير تاقناوة، دخلنا هذاك الشيء ميلونج. سي محمد كان كيكتب لينا القصص، اللي شاف أصوات جميلة، الآلات زوينين، الموسيقى ميلونج، واحد الموسيقى اللي فيها التقناويت، فيها الصوفية، فيها فهمتي، ولا كيكتب لنا القصص. بدينا بقصة ديال هينة، قصة هينة، وقصة ديال واحد الطفل ماتوا والديه وبقى بوحده، دولي الورد ديالو، هاد العباد هو الاحساس ديالو، بحال هو اللي كيقول شبيه محمد وليدي، في المقاومه ملي كبر ولا مقاوم، محمد الدريعي كيقولوا لي محمد الدريعي بالشاويه. هادو غنيتو؟ غنينا محمد وليدي، هي اللي كنقولوا، هي اللي كنقولوا فيها محمد يا وليدي، واش دار محمد عزاي موت مغزور، خيمتو قبلية وجمالو تحنن، تابعه النوح والله إلا عجبتي، ومحمد يا وليدي، وكيعاود هادي مو هو اش كي حيت الموت مشات بحال هي، راه واخا تمو جوج تميتة، ولكن الروح راه كتشوف وليداتها وتشوف. هو اش قال لها؟ قال لها الإحساس كيقول ديالو هو، يوم رجوعي يا أمي نهدي ليك حيك أمي، يوم رجوعي يا امي نهدي ليك حيك امي، طيح الولاد امي ولاد بلادي امي،
ويبني الحيط امي حزام الامانه امي. فهمتي كلام بحال هكذا كيكون بحال القصه. كاين محمد، كاين حمادي، حمادي قصه على العود الزرق، على العود، على الحصان، واحد الحصان اللي كان عند مولاه. واحد الحصان اللي كان عند مولاه معتني به، كيعلف على اللوز عدو ديال الفروسيه ديال مهلي فيه. نهار مات المراه ديالو بعثوا لواحد داروا في الكارو، كان كان كنقولوا عاود الزرق بالجامو مهرس الحجر بقدامو، لا من يزيد قدامو في كل الصربع علام. ملي مات مولاه وتباع لواحد مول الكارو، ولينا كنقولوا راه يجرجر في قدامو، راه يدوز في يامو، ولا يدوب. شنو يدوب؟ هي كيضعف، ولا يدوب عام بعام. قصاص ماشي الكلام مرتجل لكل كلمه نجي. لا لا زوين، انا تعجبني هذا النوع ديال الكلام. واه زوين، هذا هو القصه ديالك. كيفاش بديتي الموسيقى وشنو اول خطوه كانت في المسيره ديالك، المسيره الفنيه ديالك؟ الموسيقى كان ضروري تدريب مع الدراري، كندربو كندربو بالالات. ضروري كندربو الموسيقى ملي كتكون، ملي كنلحنوها، ملي كنلحنو كنريحو ندربو. راه كنا كنديرو قطعه كنديرو فيها 3 شهور 4 شهور تدريب، قطعه واحده يعني عام كنديرو الالبوم. الالبوم هذيك الساعه فيه كان الكاسيت كانت 6 الاغنيات حتى 7 الاغنيات كديرها، وكل اغنيه القليلة فيها 8 دقائق. نعم. والكثيرة 14 15 دقيقة. وشو دابا ولا داكشي؟ دابا ولا داكشي. أغنية إلا فاتت صافي تيقول لك لا، موسيقى بحر ما عمرها، ما عمرك تملها، ما عمرك. دابا ولاو كيديروا هذوك 4 دقائق ونص حتى 5 كيديروا على حساب الراديو أو التلفازة، فهمت؟ باش ما تاخذش الوقت بزاف. شنو أول خطوة كانت في المسيرة ديالك؟ أول خطوة. أول خطوة في المسيرة الفنية. أول خطوة راه هي مع ملي درت هاد المجموعة، درتها في 84. هي اللي مع مسناو. درتها أنا وخالك مصطفى الطاسي ورشيد. تحية رشيد عمك. تحية لكاع الناس اللي كانوا معاك في هادشي. نعم، كانوا محبين للموسيقى وباقي لدابا. شنو الصعوبات اللي لقيتي في اللون؟ الصعوبات كنت فنان هذيك الساعه مع ديال المجموعه وشويه ترابي، خدمت شويه بلاصه الوالد الله يرحمه. مع الفن ولات كتجيني شويه صعيبه، خصني نصحى. باش تحاول دير توافق بين الخدمه، بين الخدمه وبين الفن، والفن وبين الفن. وانا علاش خدمت؟ على قبل الوالد مسكين، ما حتى واحد في الخوت ما بغى يخدم بلاصتو، طوعت انا نخدم باش ما يتالمش. حيت كاع الاصدقاء ديالو في الشركه مدخلين 3 جوج ولادهم، هادي اضطريت انا نخدم بلاصتو باش ما يتالمش مسكين. ولكن الله يسمح لي من وراه بشي سنه خرجت بحالي، انا اللي خرجت. ما خرجت علاش؟ حيت انا دخلت الخدمه على قبل الوالد، صافي ما بغيتش مسكين نمرضو اللي الوالد مشى. انتجأت للفن حيت هو اللي انا اللي عارف مرتاح فيه، وهذيك هي خدمتي دوام. كفرد من مؤسسين مجموعة مسناوة، منهم الخال ديالي اللي هو أستاذ ديال الموسيقى وفرد من مجموعة تاكادا مصطفى أطاسي، واش نقدروا نشوفوكم مجموعين مرة أخرى وتعاودوا تحييو الموسيقى ديال مسناوة كيف آخر سمعنا طرفة ديال ذاك الرامي اللي كانت بالصوت ديالك، كانت بلمسة مختلفة اللي عجبت بزاف ديال الناس وصلت للعالم العربي. واش نقدروا نشوفوكم يعني نشوفوا المجموعة تاني مجموعة ولكن بلون مختلف، يعني دخلوا فيها الموسيقى الحديثة، يعني بحال كيف طرفة. فهمت. ممكن اللي ما عارفينش طرفة هذيك ويا ويا هذاك الرامي. كيكون في جاز البيانو، يكون تقدر دير اي حاجه بالنسبه تقدر دير. شنو هي اللي صعيبه؟ اللي صعيبه هو اللقاء ديال الدراري اللي كانوا واش يعقبوا يرجعوا ثاني ونحيوا داك الشيء.
لان مصطفى الاستاذ راه مع التقادة رشيد الاخ ديالي دابا الغيوان كرناش نرجعوا كما كنا نحيو غير ولو نحيو الماضي نفكروا دوك الناس اللي التقادة ديالنا مساكن لكن ما كرهتش نجمعهم انا في الغيوان ولكن ما نتخلاش على مسناوة لان مسناوة تعذبت عليها انا ما نقدرش نخليها ماشي نخليها لشي واحد اول لا ما خصهاش تموت لان اسم هذاك ومعروف في المغرب كله كيعرفوا كي راه كلشي تعرف انا تسول غير الاباء ولا داك الاسم ما خصوش يموت دابا لي جون تسولهم يعني على مسناوة مسناوة راه تعرفوا يعني جينيراسيون ديال الدنيا ابتسام شنو رايك في الموسيقى اللي كنسمعوا اليوم ولمن كتسمع الموسيقى اللي كنسمعوا اليوم بصراحة انا كنتصنت للشعبي صنت ليك انت دابا حيت بديتي يا سلام صنت ليك انت دنيا هذيك بلا ما نهضر عليها راه كنصنت ليها ديما شويه ديال الغربي حيت بكري كنا كنصنتوا الغربي بزاف الغرب القديم القديم وعزيزين عليا واحد الناس في الشعبي يا سلام بحال عبيدة الرما عزيزين عليا عبيدة الرما وهذوك انت كتسمى الموسيقى المغربية بحال شي بحال قلتي موسيقى عالمية موسيقى المغربية الشعبية كي جاتك الأغنية ديالي أول سينجل ديالي زوينة يا سلام كانت في المستوى زوينة بزاف فيها شوية سلو غربي فيها زوينة هذا عالم ديالك انتي دابا هذا سيرتو الجينيراسيون ديالك كيبغيو هادشي لا حاولت لصراحة كيبغيو المهم مخلطين ماشي كلشي تيبغي داك اللون ولكن حاولت نجمع بين شنو كنبغي وشنو كيبغي دابا الوقت نفس دابا وكانت عجباني بزاف ديك الأغنية داكشي باش اختاريتها كيف سمعتها كيف بغيتها مزيان قصه كيف التحقتي بمجموعه ناس الغيوان التحاقي بناس الغيوان كان توفى عبد الرحمن باكو وجا عندي عمر كانت عندهم واحد الخرجه لفرنسا اول خرجه ماشي لي اول خرجه خرجت انما مع الغيوان لفرنسا يعني قال كاينه واحد الحفلات عندنا في فرنسا وعبد الرحمن الله يرحمه يعني المجموعه ناقصه وخص الاله اللي كان صافي مشيت معهم ان الاله ديالي انا السنتير كندير الدمريود ومشيت معهم فدخلت 99 99 دابا زاديت انا 99 دابا راني 25 سنه معهم زاديت انا يعني 25 سنه معهم وحنا باقي الان معهم ولكن ضروري كنفكر مسناوه نحيو شويه الكلام ونريح معاهم ونساعدهم ويساعدونا نساعدوا بعضياتنا باش ديك المجموعه تبقى حيه عندها بصمه الجمهور ديالها وكلشي عندها بصمه بالبلاد والله شتي تعاودوها تعاودوا داكشي بواحد اللمسه ديال دابا بحال الشكل ديال الطرفه ممكن نرجعوا عرفتي واعره غادي تجي واعره ممكن غنديروا و100% يكون شي كليب كاع تكوني معنا فيه انت ولا دنيا ولا مع مسناوه فهمتي ونعطيكم البروفا اللي تغنيو ديالكم نتوما معنا حنا بحال الفنان الفردي وراه الكورال حنا اللي وراكم كورال وانتوما تغنيو قدامنا حنا نلحنوا حنا نصايبوا الكلام حنا كلشي يا سلام وغيكون شعبي انا عارفك ما عمرك غنيتي ايمان الشعبي ولكن الا دخلتي ليه غادي يعجبك انا عارف ماشي ما كنعرفش ليه ولكن غير ما كان ما ما ما, ما, ما يعني خاطرك ديال خاطري في الغربي طربي خاطري انا كنبغي الموسيقى الثقيله ما كنبغيش فهمتي موسيقى ثقيله اولا مزروب ولا هادي اولا الموسيقى اللي فيها احساس يعني تغني باحساس انا دائما تعجب نوصل هذيك الموسيقى تدخل مع الخاطر ديال الانسان تدخل مع يحس بها يحس بها انا تعجبني بحال هكا توصلوا يحسوا انا غير نغني صافي باش ندير واحد الموسيقى باش دير البوز لا وي صح يعني ندير واحد صح. الحاجه اللي يحس بها واخا ناس قليل المهم وصلاتهم داك الشعور هادشي انا اللي تيهمني صح بابا نقدروا نشوفوك مثلا قدام شي عمل خاص بك شي عمل فني خاص بك اي ممكن ان شاء الله قريب ان شاء الله والله ما كرهتك قريب ان شاء الله
ندير عمل ضروري وكاين عندي عمل خصني نريحو ندربو عليه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هاد السؤال واحد السؤال اللي مهم. بابا بابا شنو كيعني لك لامور الحب؟ الحب الا حب الله كتكون اول حب مرتك وثاني حب اولادك ليلى واكبر حب كيكون ديال الاحفاد ديالك بحال ولدك ولا بنتك. انتي بنتي بحال دابا ولدك ولا بنتك كيولي عزيز اكثر منك انتي كيتسموا وي كي تجربه داك الشيء راه ماشي حنا راه كنا كنقولوها ملي كنا صغار ولكن ملي ولدت انايا وبناتي ولدوا صافي راه ما بقاش انا كنشوف هادوك خصهم يكونوا بخير وانتم كبار عندكم العقل وتعرفوا كيفاش تعيشوا وتعرفوا كيفاش ديروا جيو راسكم هادوك صغار مساكن فهمتي واش غادي ولا بحال دابا لينا فاش يلاه تزادت كانت هي بوحدها هي الاولى اش كان داير عليها مسكينه داير عليها هو باقي الان هو باقي دابا باقي دابا وباقي دابا راه تزادت ليلي وتزادت غزال وهذيك ليلي وهذيك غزال حتى هي يا اش غيديروا لي هذوك عرفتي اش كيديروا لي مع كيدخل تيدو عليه بابا 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 مسك معايا الله يخليهم الله يخليهم والديهم الله يخليهم لهم الله يبعد علينا المشاكل وشوف الفنان 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 ما عمرو كيحسد شي الفنان ما كيحسدش الفنان بالعكس كيتصنت الواحد راه ما عنده ما يقول ولكن راه عنده شي لعيبه اللي ما 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 عمرك ما عمرك تطيح عليها انت ولا تكون عندك ولا تعرفها واش فهمتي حاجه وحده هو الفنان ما عمرو كيحسد الفنان راه بحال الطبيب كما قلت لك فنان راه كي رساله هذيك ماشي نمشي نحسد انا واحد ونصيبطو المشاكل وعنده الوليدات وعنده شو شنو احسن ذكرى عشتيها مع ماما ماماك سقتولي هي مسكينه هي كتحسب ما كتغيش تهضر لا اله الا الله كان صداقه بيني وبينها في الطفوله انا في راسي واحد الحاله انه كنتي كتدق عليهم كتقول لها الهندية كتبغيتي الماء صح صح مسكينة ضحات ضحات معنا الله يسمح لنا منها بصراحة والله عزيزة بزاف عزيزة الله يسمح لنا لا ولا إله إلا الله قالت البال انا باغي نعيش مع هذاك ما عنده والو ونبدا انا وياه بشويه بشويه تنوصلوا حنايا كيما الناس هذا هو باش عجبني فيها انا وما عمرني نفرق ما عمرني تفرقت معاه ولا عمرني نتفرق معاه هي جوج عزلت النار غرروا العيون عرفتك غرروا العيون الله يسمع لي بابا الا جاتك الفرصه تعاود حياتك من الاول شنو الحوايج اللي غتبدلهم واش غادي تعاود تختار ماما تكمل معاك حياتك كيفاش الى الى جاتك الفرصه تعاود حياتك من الاول تعاودها من الاول شنو الحوايج اللي غتبدلهم واش غادي تعاود تختار ماما اللي تكمل معاك حياتك حيت ضروري حنايا حنا خلقينا كأنثى وذكر باش كيتجمعوا عادياتهم باش كيكملوا ديك الحياه حنا هكا تخلقنا دابا انت واش غتختار ماما تكمل معاك حياتك كيفاش غتعاودها ضروري غتعاود تختار ماما اي حيت هذيك هي الانسانه اللي صبرات ليك وضحات معاك مسكينه كيفاش غتبدلها باش هذيك اللي غتبدلها بها انت ما عارف عليها والو في الماضيه ممكن توصل مع المشاكل نختار ماما اللي ولدتها بصح وهي اللي كاينه الله يخليها لينا يا رب امين من الناس كيخاف بابا اول حاجه كنخاف من الله ضروري ثاني حاجه كنخاف عليكم نتوما صافي
تخاف من حتى واحد. نقطة ورجع على السطر. صافي نقطة ورجع على السطر. شنو أخيب ذكرى عندك؟ خانا عارفها. أخيب ذكرى عندي هي هادي اللي وصل لها دابا مع المشاكل اللي فيها الدنيا مسكينة. هادي أخيب ذكرى عندي عمرت نسى ليها. حنا ناس يعني كنا لا أنا كأب معروفين يعني متماسكين مع بعضياتنا وداك الشيء وواحد الحاجه ما كتعرفش فيها ما تعرفش الخبط اللي فيها حتى ولينا واحد النهار حتى شي حوايج ما كناش كنعرفهم ولينا كنعيشوا فيهم يعني الاول مره شوف ربي كيبتلي غير العبد اللي كيبغي الله كبير وربي راه كيشوف وما كينساش المظلوم وما كينساش الدعوه ديالو وحنا عارفين علاش مطول يعني كل ما طول نقولوا فيها خير دائما فيها خير اللي خايب راه عارف راسو بينه وبين راسو كيجلس مع راسو راه تي تندم راه تي مرض الداخل يعني كاملين هذوك الناس اللي خايبين اللي كيحاولوا يحفروا لشي حد اخر راه تيجلسوا مع بعض مع راسهم في الليل ملي كيبغيو ينعسوا محالش كاع كينعسوا هذاك اللي كيشوف ربي كبير حنا كنثقوا في الله داكشي باش كيشوفونا الناس دائما متفائلين بالخير حيت كنخافوا من الله اي حاجه ثقه فيه ولا هو اللي غياخذ لنا الحق صافي انت عاود لينا على شي طريفه من طرائف اللي عشتيها مع دنيا معايا مع ابتسام وكل وحده كيفاش كانت في صغرها عاود لينا كل طريفه مع كل وحده وكل وحده كيفاش كانت في صغرها ابتسام كانت كتمشي معايا ومن صغرها سبحان الله ويسكوت هي ما كدويش وكتخاف كان كيجي عندي شي واحد كيبغي يتسال معايا كدير فيها وكتبقى تشوف فيه وحاضيه الدنيا كنت كنديها معايا كنريح في القهوه كنحطها فوق كرسي حدايا دومون ديال شي حليب بشكلاط ولا شي لعيبه كتطلع هي فوق الكرسي وتطلع فوق الطابله كتقول لي اعطيني الميكرو كنمشي نجيب ليها التيليكوموند ديال التلفازه كنعطيها ليها وكتشدها القهوه بعدا من الناس ولا هادي وكتبقى تغني ليا صغيره هي عندها يلاه 3 سنين وكتبقى تغني من صغرها تموت على الغنى الدنيا من صغرها انت هي هزيتك بزاف ها كنحطك تزيد واحد شويه كتقول لي هزني كنهزك لا اخر لا كنهزك كان تم غادي بيك وهادي ها كنعيا ثاني واحد شويه ها كنحطك كتزيدي واحد شويه كتقلي لي انت باش ما نتقلقش ها كتزيدي شويه كتقول لي بابا هزني كنهزك ثاني عمري درت شي زبله ولا درت شي حاجه انا لا لا بالعكس كنت زوينين تبارك الله بخير وعافيه كنت كنغني صغيره من 5 سنين كنتي كتغني انت 5 سنين عندك وكتغني كتغني الطرابي كلتهم تغني انا عقله انا عقل امتى عقله من 6 سنين من 6 سنين بديت فوالا انا عقل انايا 5 سنين بديت خمس سنين انت كيفاش عقلتي على راسك يمكن 6 سنين انت بديت كنعقل على راسي 6 سنين 6 سنين يعقل الانسان فيها راه غيعقل على كل شيء انا شويه كنسى وصف لينا حميد في كلمه واحده حميد مغربي فنان ماما في كلمه ماماك في كلمة الله يخليها لينا أمين لكن كلمة راه كلمة قلنا الله يخليها لينا الله يحسن عوانا أمين صراحة كلمة واحدة ما كافياش فوالا مع الطوفان واخا تبغى تقول كلمة كلمة واحدة قولي حاول تقول كلمة واحدة كاينة شي كلمة واحدة كاينة كاينة شناهي كنبغيها كنبغيها هادشي اللي بغيتي نني انا حاله دابا مسكينه سمعي ليلى عالم سمعتي يا ليلى سمعتي انا كنقول لها تنقول لها سعداتك بابا شحال ظريف بزاف
واه واش نقلقوها مسكينه والله قليله ما تستاهلش تقلق ولا والله دير الصبر الصبر اللي واعر هي كنعرفتي يعني هي في كلمه وحده نقولوا كتنفاعل دغيا كتنفاعل ولا دغيا لكن مع المده الانسان ملي كتحفظه شنو اللي كي الحوايج اللي كي يوصل العنف معاك فيها ولا هادي كتولي حافظه ما تقربش لهذيك الحويجات باش يبقى ما يبقاش عين ليلى غزل وليلي في كلمه الحب ديالي هذوك هذوك حبنا هذوك ماشي غير لي انا ليكم حتى نتوما بوحدهم كتموت عليهم عزاز عليا بصراحه عزاز علينا كاملين صراحه صايورين عبرياء هذوك وعاشوا شي حوايج يعيشوا سيتو عاشوا شي حوايج في شي في واحد السن اللي ما خصوش ماشي ديالهم ساكنه ماشي ديالهم شي ديالهم وشي دعوة المظلوم الله يتمدو الظريف على بنادم الله كبير والمدة هي طويلة وإلا عيشنا الله حضرنا اللي غيوقع راه غنشوفو شنو تبغي تنصح اللي كيشوفو فينا دابا وشنو رسالة اللي تبغي ترسلها ليهم في هذه الفرصة هذه أولا تحية جمهور دنيا تحية جمهور إيمان تحية جمهور مسناوي تحية جمهور الغيواني تحية كبيرة صراحة اللي نبغي هو الإنسان يهز بالإنسان وحنا راه مسلمين دائما نهزو بعضياتنا صح نكونوا مع بعضياتهم أي واللي غلب على الآخر يعرف راه حنا ماشي في الغابة ولا حنا انسان دائما الانسان خلقنا الله انسان ما خصهمش ينساو باش نحاوروا بعضياتنا باش نوقفوا مع بعضياتنا نهزوا بعضياتنا امثله الناس اخرين يشوفونا كيفاش ما خصهمش بعدا ينساو دائما يديروا قدامهم المهم اسم ديال الله قدامهم يعرفوا الله راه كاين باش ما يغلطش الانسان ودائما نشروا الحب والسلام والحوايج الزوينه والطاقه الايجابيه وكونوا مع بعضياتكم الدنيا راه فايته الانسان ما كاينش لا شي تعصب ولا مشاكل الا جيتي تشوف فاش كتجي تجلس مع راسك وكتفوت وكتمر من واحد المشكل وكتفوت ومن بعد كتشوف راسك تقول هاني فتو مزيان بخير وعلى خير علاش كنت انا معصب وكنت هذاك المشكل راه جا لك حياتك باش يعلمك دروس باش يفهمك شي حوايج مكتوب خاصك تعرفهم ناس خصك تخرجهم من حياتك عن طريق داك المشكل يعني راه فيه حوايج زوينه وحوايج خايبه وكتعرفهم وربي راه كيبتلي غير العبد اللي كيبغي بالعكس نقولوا الحمد لله في كاع الاحوال نقولوا الحمد لله وهذا المكان تحية للشعب المغربي كله الله يشافي سيدنا انا تحية لجميع المسلمين وجميع الناس اللي كيشوفوا فينا في اي في كل بقاع العالم فوالا انا ما كنحدد وكنتمنى الشفاء لسيدنا الله ينصره ويخليه لينا الله يحسن عوانه الله يشافيه يا رب هذا هو خلاص تبغي نغني شي حاجه علاش يا بني الانسان علاش حنا عديان واي 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 محبوب اللي نريد محبوب اللي نريد يا سلطاطة هذه الثانية يا سلطاطة هي داز مدينة طاطا يا سلطاطة شور المنابة عرا رسم الدار ما بيدي ما ندير جات السلاطة كيت بدموع حين طابو الشفار فهمت ديري واي يعني مزيان واي واي ديري 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 ديري
سلطات شهر لمنابع الرأس مضار الرأس مضار ما بيدي ما ندير ما بيدي ما ندير سلطة وبكيت بدمو طابوش فار طابوش فار غردي الجبال شام خط طوطة ليلة ويوم ليلة ويوم نوصل في نص نهار في نص نهار واي ولا الله يتوارى بالله ونديرو الله يا مولانا يلا وتغني فيها انت حبك لا يلا سيري الله ولا هذا هو المقام غنى الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا اللي ما يخفاك يا الواحد رب سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود علي وبك عمرت سواقي ونحلتي في نواولك مرعية بك عمرت سواقي ونحلتي في نواولك مرعية النبي يا جيراني لو وصلت للزاد منها نمشي له النبي يا جيراني لو وصلت للزاد منها نمشي له الله يا مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الواحد ربي هاو الناس زهرت محمد الله وناس كلي في قلبي الله ناس زهرتو بالمركوب الله وانا مشيت له على رجلي الله النبي يا جيراني الله والله يا مولانا الله 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 مولانا الله يا مولانا حلي ما يكفاك يا الواحد ربي يكفك همد كنت هذي كتبلي يكفك همد الحال الضفر بشملي ولحني ما بقى لي أمان الضفر بشملي ولحني ما بقى لي أمان لله يا اللي تسألني للطلب المحال قصتي واضحك فيني ما بقت راغبة تبهيني على فرق عوال على فرق عوال بخير هذا كان هو الاخر ديال الفيديو ديالنا كنتمنى نكونوا خفافين عليكم وحاولت نقربكم بابا حيت بابا بعيد 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 كل بعد على الميديا ما تيبغيش المنابر الاعلاميه ما تيبغيش تيكون دائما بعيد لا في المناسبات ولا كل شيء فهذه فرصة أنكم تعرفوه وتقربوا له كتار ومهم أن يكون هذا الفيديو كان خفيف عليكم وهذا ما كان الله فلسكم وكان معكم بسلام